فوجئ جمهور حفل الفنانة إليسا في موسم الرياض بظهور الفنان رامي جمال على المسرح، وفور ظهور رامي جمال دعبت إلى إزيكم أنا جاي لكم من دموع امبارح، لترد عليه إليسا إحنا هنغني بس مفيش دموع، جايين نضحك ونغني. وشارك رامي غناء عدد من الأغنيات منها من أول دقيقة وعلى حس حكايتنا. وكان قد كشف المستشار تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه أن الموسم الجاري من موسم الرياض شهد حضور كبير من الفنانين والحضور من الجمهور، وكذلك معربا عن فخره بالأمر. ونشر الشيخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال أكثر من 2 مليون زائر في موسم الرياض في أسبوعين.